السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو ستروبري ايس كريم كيك او لا ايس كريم بالفراوله على شكل حلوه. اللي غادي نحتاجو له 250 غرام ديال الفراوله او لا لي فريز مقطعين طريفات، 300 غرام ديال لا كريم فريش او لا القشده الطريه. هنا عندي علبه وحده ديال يوغورت ديال الفراوله، خمس حبات حتى لسته غادي نقطعهم لتزيين الحلوه. غادي نحتاجو كذلك نصف ليمونه او حامضه معصره وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده. على بركه الله غادي نبداو. غادي هنا في الكاسرونه غادي نشعلو النار وغادي نوضع لي فريز او الفراوله ديالي هنا. غنضيف ليهم السكر، قلنا ثلاثه المعالق كبار. انا هنا درت البراون شوغر، يمكن لكم ديروا غير السكر العادي، ثلاثه ديال المعالق كبار. غنضيف عليهم كذلك نصف ليمونه حامضه وغادي نخليهم يطيبوا هكا. غنخليهم يطيبوا لمده 10 دقائق. هنا ها لي فريز ديالي هما طابوا من بعد 10 دقائق، شفتوا كيفاش كيوليو. دابا غادي ناخذهم غادي نخويهم في طحان كهربائي وغادي نطحنهم. بعد ما طحنت الخليط ديالي غادي نخويه هنايا في شي اناء وغادي نوضعو في الثلاجه يبرد تماما. خصو يبرد غير في الثلاجه، ماشي في الكونجيلاتور اولا المجمد، غير في الثلاجه يبرد. ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملو المكونات الثانيه. هنا من بعد 21 دقيقه في الثلاجه ها هو الكولي ديالي برد، غادي نخليه هنا جانبا. غادي ناخذ لا كريم فريش غادي نوضعها هنا في الكيتشينين وغادي نخليها حتى تطلع كامله. هنا ها لا كريم ديالي صافي طلعات وجدات. غادي نرجع دابا الكولي ديالي الفريز، غادي نضيف ليه قلنا علبه ديال يوغورت ديال الفراوله او الفريز. غادي نخلطو معاه نخلطو مزيان. ودابا غادي ناخذ لا كريم اولا القشده الطريه ديالي وغادي نبدا نضيف عليها شويه هاد الخليط الاول وغادي نخلط بهذه الطريقه باش لا كريم ديالي ما تهبطش. غنضيف داكشي اللي تبقى من الخليط حتى هو وغادي نكمل بنفس الطريقه. نخلطو هكذا باش ما تهبطش لنا لا كريم من التحت للفوق. صافي دابا بعد ما خلطت الخليط كله مزيان غنحطو جانبا. هنا غادي ناخد هاد الفراولات او الفريزات اللي غادي نديكوري بيهم، غادي نقطعهم هكذا على الطريقة. هكذا رقاق وغادي نلبس بهم المول او القالب ديال الحلوه ديالي على هذه الطريقه هكا. غادي نبقى هكا حتى نكمل لبس المول او القالب ديال الحلوه ديالي كله، وديك الساعه غادي نتلاقاو باش نخويو الايس كريم ديالنا فيه. هناني كملت لبست المول ديالي اولا القالب ديال الحلوه ديالي. دابا غادي نبدا نخوي بشويه بشويه الايس كريم على الطريقه.
ونمسح الجوانب. صافي نقاد الجوانب مزيان، ما نخويوش كله في دقه واحده، نبقاو نخويو على جوج مرات باش يجينا مقاد مزيان. دابا غادي نغطيه بالبلاستيك راب او البلاستيك الغذائي، وغادي نخليه واحد 4 حتى 5 ساعات في المجمد او الكونجيلاتور، ومن بعد عاد غادي نجبدو باش نقلبوه باش تشوفوا الشكل النهائي. هنا بعد مرور 5 ساعات انا جبت الايس كريم ديالي من الفريزر او المجمد. دابا غادي نوضعو هنايا في هذا الماء الدافئ، غنحسبو عليه 21 حتى 30 ثانية غير باش يتطلق لينا شويه ما يبقاش لاصق في القالب. وغادي ناخذ سكين وغادي ندوز هكذا من الجناب باش يسهل عليا ملي نقلبو في الصحن على هذه الطريقه. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال الايس كريم ديالنا اليوم. شوفوا كيفاش كيجي، راه كيجي لذيذ ومن غير جيلاتين او كثره المواد، مواد بسيطه اللي كنحصلوا على ايس كريم لذيذ. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، والا عجبكم ما تنساوش لايك سبسكرايب شير، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.